خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا بأنه يكون طقس النهاردة معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وهيكون لطيف ليلا. الرؤية بتقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وكمان بتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد. الرياح بتنشط وبتكون شمالية غربية على مناطق متفرقة، وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كمان بتنشط على غرب المتوسط وعلى خليج السويس، وده بيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هتكون العظمى 35 والصغرى 25، ده في القاهرة. أما اسكندرية هتكون العظمى 31 والصغرى 25. طيب نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس، معنا هاتفيا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا أستاذ هشام بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، ويا ريت النهاردة بقى تعرفنا حالة الطقس هتكون إيه أخبارها، لأن النهاردة يوم عطلة وأكيد ناس كتير هتكون خارجة للحدائق والمتنزهات وغيره، فعايزين تطمينات من حضرتك كده بطبيعة الطقس النهاردة هيكون إيه ملامحه. بداية تهنئتي لشعب مصر وجيشها العظيم والشرطة ومعالي رئيس الجمهورية بعيد 30 أكتوبر عيد النصر، بعتبره عيد النصر. هنتكلم عن حالة الجو. احنا في تحسن في الأحوال الجوية، حيث درجات الحرارة هذا الأسبوع تروح ما بين ال 35 36 على القاهرة، ده معناه إن في تحسن في درجات الحرارة. هو الثاني سبب الرطوبة هو اللي ممكن ما حسسناش بيه هذا التحسن في الأحوال الجوية، لكن عامة وقت إقامة المباريات الجو بيبقى لطيف جدا. يعني على الساعة 9 مساء لمباراة مصر إن شاء الله هيكون درجات الحرارة تتراوح ما بين ال 26 و 30، وده هيكون تحسن ويدي فرصة للعيبة إنها تبذل أقصى جهد عندها. بشكرك جدا يا دكتور أحمد، كنت معنا تفين دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ألف شكر لوجود حضرتك معنا.